السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. وعشان السؤال ده اتكرر كتير، هل البيوت المحمية مربحة ولا مش مربحة؟ حضرتك احنا هنقول لك المميزات والعيوب، وبعد كده حضرتك تقرر هل هي تكون مربحة بالنسبة لك وهتقدر توفر اللي احنا هنقوله وهتقدر تتلافى العيوب اللي احنا هنقولها، يبقى حضرتك اولى او ادرى هل هي هتكون مربحة بالنسبة لك ولا مش هتكون مربحة بالنسبة لك. من المميزات بتاعتها او من الايجابيات بتاعتها، اول حاجة زيادة الانتاج. معناه ايه الكلام ده؟ حضرتك لما بيكون عندك مساحة متر في متر في البيوت المحمية بتكون فيها اكتر او عدد نبات اكتر من الحقول المكشوفة، وبالتالي لما حضرتك بتهيئ لها او بتتحكم في الظروف المناخية داخل البيت بتاعك وبتوفر الجو المناسب للنبات، فبيديك الانتاج اعلى من الحقل المكشوف، وبالتالي هيكون عندك زيادة في الانتاج. ولما يكون عندك زيادة في الانتاج يعني هيكون في عندك زيادة في الارباح، تمام؟ يبقى كده في ربح هيخش لك ازيد من الحقل المكشوف لو احنا عملنا اللي احنا قلنا عليه ده، هو ان احنا وفرنا الجو المناسب او هيئنا الظروف المناخية. يعني ايه هيئنا الظروف المناخية؟ يعني في فصل الصيف ظبطنا التبريد بتاعنا ونزلنا درجة الحرارة عشان البيت يكون فيه ما يكونش فيه حرارة عالية، وبالتالي يكون عندك فيه تزهير. الحاجة الثانية، حضرتك بتقلل من ان النبات بتاعك يتعرض للمخاطر. يعني ايه يتعرض للمخاطر؟ يعني حضرتك لما يكون في عندك رياح، حضرتك بتكون عندك الصوبة ده هي بتحمي النبات بتاعك من العواصف ومن الرياح ومن الأتربة وبرضه من الطيور الضارة اللي هي بتتغذى أو بتاكل النبات وهو لسه صغير، بتروح قلعاه من جذوره وبتقعد تاكل فيه، أو من الفئران وهكذا، وبالتالي أنت بتقلل من الضرر الواقع على النبات بتاعك. زيادة في الأرباح، زيادة في الأرباح دي بيعتمد على زيادة الإنتاج زي ما احنا قلنا. لو انت ظبطت الدنيا بتاعتك هيبتدي يزيد عندك في الأرباح عندك بتزيد لضعف أو ضعفين عن الحقل المكشوف لو احنا طبقنا الخطوات زي ما احنا قلنا، هيئنا الظروف بتاعتها وظبطنا وكافحنا، وده كله هيجي لنا في الخطوات اللي بعد كده. قلة المشاكل والأعشاب الضارة. البيت المحمي بيكون الأعشاب فيه أقل من المكشوف. ليه؟ لأن البيت بتاعك لو أنت اخترت الموقع مظبوط، وده هنيجي له بعدين، وظبطت والأرض بتاعتك مظبوطة ما فيهاش حشائش، الحشائش هتيجي لك من فين؟ هتيجي لك لكن هتكون النسبة أقل من الحقل المكشوف، اللي البذور بتاعت الحشائش بتيجي عن طريق الرياح أو بتيجي عن طريق الطيور أو عن طريق الأقدام أو أو أو، وبالتالي بيكون عندك قلة في الحشائش الضارة في البيت المحمي. بتحافظ على البيئة ازاي؟ يعني انت دلوقتي بيكون عندك نسبة بتحافظ على البيئة اللي انت بتقلل من الفاقد من المية بتاعتك ومن استخدام الاسمدة ومن استخدام المبيدات بتاعتك. قلة البيت المحمي عموما بيكون المبيدات فيه استخدامه اقل. يعني ايه استخدامه اقل؟ مالناش دعوه بالناس اللي بترش كل يوم او بترش يوم ويوم، والنهارده مبيد فطري بكره مبيد حشري بعده مبيد حشايش وهكذا، مالناش دعوه بدول. احنا بنتكلم على ان البيت المحمي بيكون في قله في استخدام المبيدات، لان حضرتك بتعمل نظام اسمه نظام المكافحه المتكامله. يعني ايه مكافحه متكامله؟ يعني حضرتك بترش مره في الاسبوع حشري مره واحده بس، وعندك مصايد وعندك ابواب وعندك شبك على الابواب وعندك شبك على المراوح وعندك الكرتون عليه شبك، وبالتالي الحشرات هتدخل منين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيقلل من نسبه متبقيات المبيدات. لما حضرتك ما تستخدمش مبيدات كتير، بالتالي انت هتقلل من استخدام المبيدات او هتقلل من متبقيات المبيدات في النبات بتاعك عن الحقل المكشوف اللي هو عرضه للحشرات باستمرار، وبالتالي انت بترشه باستمرار، بترشه اكتر من البيت المحمي عشان ما نقولش باستمرار، بترشه اكتر من البيت المحمي الضعف مثلا. في البيت المحمي حضرتك بتستخدم او بتستهلك كميه ميه اقل، لان حضرتك بتروي تنقيط. ففي ممكن واحد يسالني ويقول لي طب ما انا برضه زارع مكشوف لكن تنقيط. حضرتك لما بتكون زارع مكشوف تنقيط، التربه بتاعتك بتكون عرضه لاشعه الشمس المباشره، وبالتالي بتجف
بصوره اسرع من الحقل او من الصوبه، زي ما احنا شايفين كده ان هنا التربه بتاعتنا رطبه، لان احنا عندنا البلاستيك اللي احنا حاطينه على الصوبه بيحجز اشعه الشمس، وبالتالي بيكون الرطوبه فيه اعلى شويه، او بتكون الارض رطبه بنسبه اعلى، وبالتالي احنا ما بنرويش بصوره زياده زي الحقل المكشوف. الحقل المكشوف ممكن ترويه 3 أو 4 مرات في اليوم في الصيف، او ممكن ترويه مرتين، لكن المره الواحده نص ساعه، انما البيت المحمي اليوم كله بياخد معانا نص ساعة او نص ساعة وخمس دقايق، بتقسمهم بقى على فترتين، بتقسمهم على 3 فترات زي ما المهندس بيكون شايف. ومن المميزات برضو ان الانتاج بتاع الصوبة بيكون على مدار العام. يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك بتنتج من البيت طول السنة ازاي؟ زي ما احنا قلنا في اول خطوة ان انت بتهيئ الظروف، بتظبط المراوح بتاعتك، في الشتاء بتشغل الدفايات وبتشغل المراوح تسحب الرطوبة، وبالتالي انت بتنتج النبات طول العام حتى لو مش في الموسم بتاعه. يبقى ادي المميزات اللي احنا قلناها، 8 مميزات للبيت المحمي اتكلمنا عنهم، هم 8 مميزات للبيت المحمي، ان حضرتك بيكون في زياده في الانتاج، وزياده في عدد النباتات برضه، وزياده في الارباح، وبتقلل في نسبه متبقيات المبيدات، وبتستخدم ميه اقل 60 ل 70% اقل من الحقل المكشوف، وبتستخدم او عفوا وبتنتج طول السنه. يبقى هل ده مربح ولا مش مربح؟ ده بالنسبة للي كان بيسألني بيقول لي هل الصوبة بتكون مربحة ولا مش مربحة؟ دي المميزات بتاعت الصوبة، إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن العيوب بتاعت الصوب. لكن خلينا دلوقتي في المميزات، إن شاء الله لو اشتغلت صح وأنشأت الصوبة بتاعتك صح هتبدأ تشتغل وتنتج إن شاء الله إنتاج ملوش مثيل. لو أنت اشتغلت مظبوط من الأول هتبدأ تنتج بإذن الله إنتاج كويس جدا جدا جدا، لكن اشتغل على الصوبة بتاعتك كويس، وابدأ نفذ الخطوات كويس جدا، وانتبه لحدوث المشاكل وحدوث الأمراض. كده كده الأمراض هتيجي، لكن هنقولها دي في العيوب إن شاء الله في الفيديو. إن شاء الله رب العالمين رابط الفيديو الثاني، وهو عيوب إنشاء الصوب أو عيوب الصوب المحمية أو عيوب البيوت المحمية عموما. إن شاء الله هنسيب لكم رابط الفيديو الثاني في الوصف تحت الفيديو ده، يا ريت تشوفوه وتراجعوه عشان تقدر تقرر هتنشئ صوبة ولا مش هتنشئ الصوبة. ويا رب نكون استفدنا من الكلمتين الخفاف دول اللي في الفيديو. نشوفكم فيديو جديد، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.